مشاهدينا اهلا بيكم. الحياه الزوجيه السعيده بتخيل البعض انها الحياه اللي ما فيهاش اي نوع من انواع المشاكل او المنغصات اللي بتبقى موجوده فيها، وانها دايما قلوب كده بتطير وحب ودباديب ماشيه في كل حته. ولكن حقيقه الكلام ده انه كلام جميل جدا، بس مش كلام واقعي 100%، كلام مختلف شويه عن الواقع. فاي حياه زوجيه سعيده فيها مشاكل وعقبات بتقابل الزوجين، سواء كانت بسيطة أو حتى كبيرة، بتبدأ من اختلافهم في وجهات النظر اللي بينتهي بالحوار ويوصل وجهتين نظرهم لبعض، فيفهموا بعض أكتر ويوصلوا مع بعض لمرحلة أعلى من النضج الزوجي مع بعض. وللأسف عند بعض الأزواج ممكن توصل لطلاق وانفصال مع إنها بتبان هايفة وصغيرة، بس بتبقى عاملة زي القشة اللي قسمت بالحياة الزوجية. فاللي بيخلي الحياة الزوجية والأسرية سعيدة أو تعيسة هي طريقة تعامل الزوجين مع المشاكل والأزمات اللي بيمروا بيها. وهنا بقى الأزمات في الحياة الزوجية بشكل عام بتاخد أشكال كتير. ممكن مثلا تبقى أزمات بيعيشها واحد من الطرفين لوحده ومحتاج دعم من الطرف التاني، وممكن تبقى أزمات اقتصادية أو مهنية أو أزمات خاصة بالولاد نفسهم. فمثلا في زوجين بعد رخاء ورغد في العيشة بتلاقي الزوجة زوجها خزر وظيفته ومبقاش ليهم أي دخل، أو زوجين بيلاقوا نفسهم خسروا كل حاجة بسبب ظرف هما الاتنين ملهمش أي ذنب فيه. وهنا بقى طريقة التعامل الغلط واللي بتمثل ناقوس خطر بتاخد شكل تنصل من المسؤولية، اللي هو أنا مالي اتفضل اتصرف أنت، أو تربيتك يا هانم، أو عند البعض بتاخد شكل هروب مباشر أو بشكل غير مباشر، أنا مش فاضي أنا ورايا 60 حاجة ومفيش دماغ للكلام ده، أو الإهانة والعنف سواء بشتيمة أو ضرب. وفي بقى زوجين بينطوا من الأزمات من غير حتى ما يحركوا أي ساكن ولا الهوى، ويقفلوا كده على الموضوع من غير ما يفكروا يناقشوه خالص، مرة ورا التانية ورا التالتة، زي اللي بيخاف من كلب وكل ما يدخل شارع يلاقيه فيلف من الشارع اللي بعده فبرضه يلاقيه، وتريه عشان يكمل طريقه لازم يواجه الكلب ده عشان يخلص نفسه ويعدي. الخلاصة بقى ان معظم المشاكل بتحتاج تنهيدة ونفس عميق مع بال طويل بعد الاستعانة بالله وقعدة حلوة بفنجانين قهوة، ويلا نشوف هنتصرف ازاي كزوجين مع بعض في المشكلة اللي بتقابلنا. بس كده؟ لا طبعا، وإلا مفيش اسهل من كده. دلوقتي بقى في تقنيات او طرق لازم كل زوجين يتعلموها عشان يتخطوا أزماتهم ومشاكلهم، هنشوفها معاكم إن شاء الله خلال فقرتنا. بس الحياة الزوجية محتاجة تعلم وصبر ومثابرة بحب ورغبة من الطرفين في إنجاحها. الحياة الزوجية مش حتة ورقة تتقطع أول ما يزهقوا من شكلها، الحياة الزوجية ميثاق غليظ وأجمل مشاركة بين آدم وحواء.